تحياتي. كالعادة المواضيع اللي بكتبها أمرات مقالات تنزل فيسبوك وتويتر بحس أنها مهمة، بحاول أوثقها في فيديو عشان تظل موجودة. بعد ما انتقل غوريتسكا من شالكا إلى بايرن ميونخ، رجعت تنغمت بايرن بدمر الدوري الألماني. السؤال، هل غوريتسكا كان ناوي يرحل عن شالكا؟ 100%. وين كانت وجهاته؟ كانوا يحكوا برشلونة، يحكوا أرسنال، يحكوا ليفربول ويحكوا بايرن. بايرن فاز فيه، إذن شالكا حيضعف 100%. غوريتسكا طالع، ما فيش نقاش، راح بايرن ولا غيره طالع، إذن نزل. بايرن جابه قوي، بس شوف خط وسط بايرن، في فيدال، في توليسو، في خيمس رودريغيز، في تياغو الكانتارو، في خافي مارتينيز، بعض الاحيان بيقدر يلعب وسط. خمسه اجوا كلهم من برا الدوري الالماني. اذا شالكا كان حينزل، بايرن روح يشتري لاعب من برا وكان حيطلع. اذا نفس الفارق، اذا القصه مش مشكله غوريتسكا راعى بايرن، الفكره انه غوريتسكا ما راح عند الاخرين مشان يكسروا عادوا نغمات انه بدمر الانديه الالمانيه، والا النتيجه واحده، راعى بايرن ولا غيره. هل بايرن حاسم الدوري؟ نعم، نعرف انه بحسم الدوري. هل بايرن كثير اقوى منهم؟ صح، بس هل هي مشكلته انه يحاول يكون قوي وينافس اوروبا؟ لا، مشكله الاخرين اللي مش راضيين يغيروا سياستهم وينافسوا. مثال بقدر استخدمه مهم جدا، نابولي كان متعود اللاعب الكويس يبيعه، وكان طلع كافاني وطلع لافيتسي وطلع هذول لانه بده فلوس. الان واجه مشكله انه يوفنتوس صار له 6 دوريات ورا بعض، يعني حتى فتره اطول من فتره بايرن مع الدوري الالماني، وبالتالي قال لك انا بدي انافس. رفض بيع كوليبالي بمبلغ كبير، رفض بيع ميرتنز، رفض يفاوض على انسيني تماما، وبالتالي قال لك انا مشان انافس لازم جد اخلي اللعيبه، فغير نوع من سياسته، جلب لاعبين خبره، جاب مدرب اعطاي وقته، ما كان يغير بعد خسارتين، وبالتالي الان هو بينافس يوفنتوس، فعلا بينافس يوفنتوس، بزعج يوفنتوس بالدوري سواء فاز او لا، بس عم بعطي الدوري نكهه مهمه. مثال اخر بحب استخدمه، برشلونه لما اجى كرويف اول مره وبنى فريق كسح اسبانيا لفتره، ريال مدريد غير سياسته، كان اول يجيب لعيبه نص نص يجامل هذا ويجامل هذا، قال لك لا انا بدي اغير سياستي، وبالتالي ريال رجع قوي كثير، جاب 3 دوريات ابطال بين 98 و2002. اجى جوارديولا، جاب جوارديولا 2 دوريات ابطال. ريال مدريد رجع اشتغل كثير، جاب 3 دوريات ابطال. فعليا ريال مدريد من 68 من 66 لل 2000 ل 98 ما جابش ولا لقب دوري ابطال، لكن نتيجه انه في خصم قوي والريال ما بيقبل حدا يتفوق عليه في اسبانيا، رجع من ردة فعل جاب 6 دوري ابطال. سيطرت بايرن بالنسبة لي هي الشر اللي لابد منه، الشر اللي عشان الأندية الألمانية تصعد. بطل كل سياستها لعيبة شباب، لعيبة ما يطولوش يسوقوهم، يعني ليفركوزن أول امبارح بيقول لك أنا بتوقع بيلي يرحل عني. طب أنت شو بتعمل؟ أنت بتبيعه لإنجلترا قاعد، طيب شو استفاد؟ شو دخل بايرن؟ أنت بعته، أنت أخذت فلوس، أخذت 20 وكمان شيء ثالث، بيبيعون بأسعار رخيصة. رابعا ما بيلعبوا فلسفة بتناسب أسلوبهم، عندهم نوع من حب الفلسفات المعينة في كرة القدم اللي ممكن ما تكون مناسبة، وبالتالي لازم تصيروا عقلانيين، تحافظوا على نجومكم أو تبيعوهم بسعر عالي فتجيبوا فلوس أكثر تستثمروا فيها، تغيروا سياستكم. لسه في بعض الأندية تدار بعقلية اللي قبل 20 و25 سنة. بايرن مش غلطان، بايرن واكب العصر، أنتم ما واكبتوا، بالتالي الأندية الألمانية مطالبة تشتغل، ما بتنتقد بايرن، ما بتطلب من بايرن ينزل عشان يصير زي مستواهم، هم يطلعوا عشان ينافسوا، لأنه بايرن عنده رسالة أهم، رسالة انترناشونال، رسالة عالمية أكبر، بحاول ينافس بأوروبا أيضا، ولولا بايرن في أوروبا آخر السنوات ما كانش موجود شيء ألماني، وبالتالي هو حافظ هذا الشيء، طلع لاعبين كثير فادوا المنتخب. نعم الآن بايرن بياخذ لعيبة دوري ألماني صح، بس الحل الآخر كان حيطلعوا برا. إذا بايرن كان حيخسر، كان يوما ما لعب ضد توني كروس بايرن ميونخ، شو استفاد؟ لأنه توني كروس كان معاه، افرضوا راح لاعب مثلا زي غوريتسكا على برشلونة ولعب ضده، شو استفاد بايرن؟ بايرن اتضرر، عم بيلعب ضد لاعب كان بإمكانه يجيبه، بايرن بيعمل الصح، الأندية الألمانية الثانية هي المستسلمة له، وهذا مش ذنب، وهذا تماما لما تجيب طالب شاطر على المدرسة تقول له ما تجيبش 20 من 20، جيب 17 عشان الثانيين ما يزعلوش، ما يحسوش في فرق بينك وبينهم، هذا ظلم، الظلم إنك تطالبه ينزل، ما تطالبش الآخرين يطلعوا، ما فيش حق على بايرن، بايرن مفيد للدوري الألماني، مفيد للمنتخب الألماني، مفيد للدوري الألماني، لولا بايرن ما حدش كتير بيتابع الدوري الألماني حول العالم، وبالتالي هم مطالبين يسوقوا أحسن، يحافظوا على لعيبتهم أحسن، يصنعوا فريق أكثر نضجاً، ويحاولوا يخلقوا فلسفات متوازنة أكثر من تطرفهم بعض الأحيان بفلسفاتهم، والسلام عليكم.